ومن جانبهم اعلن موظف قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات تضامنهم مع الاضراب العام لاصحاب الشاحنات وسائق المركبات الثقيله واكد الموظفون في بيان لهم تضامنهم مع السائقين بهدف نيل حقوقهم ومطالبهم عبر تنظيم هذا الاضراب العارم واكدوا على اهميته في ظل مساعي النظام الايراني اخماد الاضطرابات العماليه المشروعه من خلال ايجاد تنظيمات مزيفه لشق صفوف العمال والكادحين